السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم بعض العناصر اللي تكون فيها ميل سواء في أعمدة أو حوائط. طيب في الأول هنرسم روف، هختار باي اكستروشن. باي اكستروشن لازم أرسم بقى لما على مثلا جريد معين أو ريفرنس بلان، فأنا ممكن أختار من هنا هيعلم لي على دوت أو بيك أبلان واختار أنا البلان. الطريقتين هما هماهم، وبعد كده هبدأ أرسم بقى الشكل الفلور بتاعي اهوت. وهدوس اسكيب عشان أخلص الأمر. طيب ممكن تيجي هنا وتعدل بقى لو انت عندك أي تعديل عايز تعمله بكل بساطة. طيب بعد كده هقول له اوكي، ده اترسم بالشكل دوت. ممكن بعد كده ارجع هنا هتلاقي في جزء معاك مش ظاهر، فده محتاج ان انت تغير الفيو رينج لو انت عايز تشوف كل الحاجة. فهقول له مثلا خلي ده لحد مثلا 6 وخلي ده unlimited كده يظهر معايا. ممكن تحتاج ان انت تكبر شوية. طيب هنا هبدأ بقى ارسم الحوائط بتاعتي. ممكن نبدأ نرسم كده. مثلا اهو. ونشوف في 3D. ممكن بقى نيجي نعمل سيلكت مثلا لجزء هنا. وروح ايه مخليه اتاش للسقف دوت. ممكن الحيطة دي تكون في حتة منها. ايوه اهي. طيب ممكن اعمل سيلكت على الحائط دوت واروح راح الخصائص بلاقي حاجة اسمها كروس سيكشن، هقول له سلانتد وتحدد الزاوية. وانت ممكن انت بترسم كمان. تمام خليها بقى 15 لجوه، خليها ماينس 15 فيبقى اللي بره بالشكل دوت. تمام وهو عدل لي برضو ايه بالحيطه بحيث انهم كلهم يكونوا بالشكل الجميل دوت. طيب بعد كده ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي هنا وهقول له ان انا عايز ارسم واير فريم عشان ابقى شايف الحوائط اللي تحت بالشكل دوت. وممكن اقول له ان انا عايز ارسم وول، نغير نوع الوول عشان نتعلم حاجة جديدة، واقول له كيرتن وول، واقول له ان انا عايز ارسم. طبعا مش محتاج انت الحيطة ديت لان هما هيكونوا مع بعض، الحيطة اللي هي جنب الحيطة الاولانية. هياخد ثواني لان هو انا مختار ان هو هيرسم الاجزاء بتاعتها من جوه. تعالى بقى نشوفها كده. طيب دي احنا مش محتاجينها. نعمل تاب ونقول له اتاش للتوب. بالشكل دوت. الحتة دي برضو نفس الكلام لو انت عايز تديها ميل. فهتيجي هنا وتقول له ان احنا عايزين تكون سلاندد. طيب دي بقى بالموجب. طيب دلوقتي بقى هنبص على التوب ونعمل عمود انشائي. من استراكشر هقول له ان انا عايز ارسم كولوم، واختار بقى ان العمود دوت هيكون سلانتد كولوم من الليفل دوت للليفل دوت. تعالى بقى نتأكد. محتاج
ونفس العمود دوت ممكن ناخده كوبي او ميرور مع المحافظة على نسخة أصلية، وهناخده مثلا من هنا تمام، من هنا لهنا كده مثلا، ودي ممكن نعمل لها ميرور عشان يطلع لنا العمود بالشكل ده. تقدر طبعا تغير الزاوية، تغير المقاس بتاعه زي ما انت عايز.